بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذه الخواطر بعنوان ابدأ صح آه أنا عايز أبدأ صح والله وعايز كل الناس اللي بنحبهم يبدأوا صح عايزك تبدأ صح وعايزنا نبدأ صح ابن عطاء الله السكندري له كلام عجيب بيقول من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات تاني من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله عز وجل في البدايات عايز تبقى النهاية صح ابدأ صح البداية الصح إنك ترجع لربنا إنك تستعين بالله سبحانه وتعالى شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جه بيكلم سيدنا معاذ بن جبل فبيحلف له بالله بيقول له والله إني لا أحبك في الله ودي شهادة عظيمة لسيدنا معاذ بن جبل طيب وبعدين عايز بقى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يظل على هذا الموقف طب يقول له إيه؟ ها؟ أعني أعني؟ أه أعني على نفسك بكثرة السجود؟ ده يقول له إيه؟ يقول له فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حط خط تحت كلمة اللهم أعني العناية الإعانة عفواً الإعانة, الإعانة الاستعانة بالله عز وجل دي البداية البداية الصح أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى البداية الصح أنك تقول يا رب بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك يا غافر الذنب يا غافر الذنب العظيم وقابلا التوب عبد تائب ناجاك أترده وترد صادق توبته حاشاك ترفض حاشاك ترفض توبة تائب حاشاك فالبداية تستعين وتقول يا رب ابدأ بيه ابدأ استعين بالله جل وعلا اثنين النية النية اجعلها لله خالصة لله عز وجل لا بد أن تجعل النية خالصة لله جل وعلا عارف ليه لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات الأعمال بالنية صلاح الأعمال بصلاح النيات مدار الأعمال على النيات فان خلصت النيه ان صلحت النيه يبقى دي بدايه موفقه ان شاء الله عز وجل ده بقول لك ابدا صح عارف كمان ايه تستعين بالله النيه لله خالصه سبحانه وتعالى ثلاثه نظم بقى وابدا واول الترتيب التخليه ثم التحليه خلي ثم حلي عارف يعني ايه التخليه تخليه من الذنوب من الاثام من المعاصي الاقلاع عن الذنوب والمعاصي طب وبعدين اطلع بعد كده التحليه التحلية بالأعمال الصالحات بكل عمل صالح تقبل على الله سبحانه وتعالى بهذا, بهذا القلب الطائع المطوع لله عز وجل عايز أقول إنك لازم تبدأ صح تعرف قدراتك وإمكانياتك ما تبدأش بكل ما لديك من عزيمة بحيث أن أنت بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أسبوع تفتر لا في المسلم عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة شرة يعني قوة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته فمن كانت فترته في سنتي فقد نجح فقد أفلح ومن كانت فترته في غير ذلك فقد هلك من كانت فترته الشدة بتاعته القوة بتاعته سنتي يعني لم يخرج عن السنة هذا ناجح وفالح إن شاء الله جل وعلا وأما إن كانت غير ذلك فلا ولذلك بقول لك حضرتك سريعا رتب نسخ، ورقة وقلم كده وابدأ هتعمل إيه؟ هتحفظ قد كم آية؟ هتقرأ كم جزء؟ هتصلي كم ركعة؟ هتعتكف كم يوم؟ هتزور كم أخ من إخوانك؟ يعني صلة الرحم هتزور إيه؟ وهتعمل إيه؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى تنسيق وترتيب فإذا بدأت بداية موفقة كان لك النجاح والفلاح عند الله جل وعلا، فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته، احفظها كويس، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، أسأل الله جل وعلا أن تشرق لنا البدايات وان تشرق لنا النهايات والسلام عليكم ورحمه الله